فعلا هذا الشيء هذا امر يعني عيب انه يكون، ولكن انا كنحمل المسؤوليه للطرفين، كنحمل المسؤوليه طبعا الطرف اللي صادف لانه كان خصو يكون يعني اكثر حده واكثر دقه، لانهم حنا فاش كنستقبلوهم بحال اللي قلتي كنحطوهم فوق راسنا، احيانا كنسبقوهم على راسنا، وكذلك خاصهم حتى هما يتعاملوا مع الضيوف المغاربه بنفس الطريقه، هذا من جهه، ولكن كنحمل المسؤوليه كذلك الفنانين المغاربه ديالنا، لان انا كنت في مكانهم ما سمعتش اسمي في الخشبه ما غنطلعش، انا اخذ موقف.